من جهته فقد أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إلى أن الولايات المتحدة ستفرض قيودا إضافية على سفر وزير خارجية إيران الذي سيكون في نيويورك لحضور اجتماع في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى قيود على برامجها للطائرات المسيرة والصواريخ وعقوبات ستشمل الحرس الثوري ووزارة الدفاع. في سياق متصل، نقلت شبكة CNN عن مصدر مطلع أن الولايات المتحدة ستقيد تحركات وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان أثناء تواجده في نيويورك هذا الأسبوع. وبحسب المصدر المطلع، فإن تحركات عبد اللهيان ستقتصر على 7 بنايات تحيط بمقر الأمم المتحدة في منهاتن، بالإضافة لمقر البعثة الإيرانية ومقر إقامة ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة. هذا إضافة إلى 6 مبان في لونغ آيلاند سيتي ومطار جون أف كينيدي الدولي. من جهته أشار مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أن العقوبات تأتي في إطار ممارسة الضغط على إيران لاحتواء وإضعاف قدراتها العسكرية. وشملت العقوبات أكثر من 600 فرد وكيان مرتبطين بإيران بسبب علاقاتهم بالإرهاب ودعم جماعات إرهابية. وأكد مستشار الأمن القومي أن القوات الأمريكية ستعزز جاهزيتها للتصدي لأي قصف إيراني جديد بالطائرات المسيرة والصواريخ، وأضاف بأنه يتوقع أن يحذو حلفاؤهم حذوهم بفرض عقوبات خاصة على إيران.